وفتحت البوابات على بركة الله لتنافس الجياد والأفراس التي لم تربع عمر 3 سنوات في ثاني أشواط الحفل السابع على مسافة 1400 متر. من يبدأ الانطلاقة؟ عارف يبدأ الانطلاقة مع بيرغ الليل وأيضا محاولات لواع وكذلك عالمي في المرتبة الرابعة. نديم سلمان يتأخر المرتبة الخامسة، تتقدم في هذه اللحظات الفرس فتان المرتبة الخامسة، والصدارة لبرق الليل في المرتبة الأولى. عارف في المرتبة الثانية تأخر بتقدم عالمي لا للمرتبة الثانية، فتانة تأتي إلى المرتبة الثالثة للتعادلان وبرق الليل ومحاولات عالمي، تأتي فتانة من الخارج الآن للتقدم بين 3 رؤوس برق الليل وعالمي وفتانة، تجتاز الجياد علامة 800. تبدأ مراحل الحاسم الآن بتقدم فتانة ومحاولات عالمي، الخط المستقيم في اتجاه خط النهاية مشاهدينا الكرام. فتانة في المرتبة محاولة الدخول، زينة البرق وأيضا لواء، زينة البرق تتقدم الجياد الآن والصدارة لزينة البرق في المرتبة الأولى. زينة البرق محاولات المسبار للتقدم للمرتبة الثانية، زينة البرق تحسمها في المرتبة الأولى مع محاولات المسبار للحاق بها، وكذلك نجم ميراد الاتيان في المرتبة الثالثة. مشاهدين الكرام، زينة البرق من نسل لمح البرق للأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز.